يسعد لي اوقاتكم يا رب، ورجعت لكم بفيديو جديد. وفيديو اليوم بلشين فورا بالفيديو، رح نعمل مندي الدجاج او الفروج بالتنور. لاول مره رح نطبخ فيه رز، فانا جهزت كل اغراض المندي. هون حطينا زيت، وبعدين بصل، فرمت بصلتين ناعمه، وعندي بهارات صحيحه اللي هن ورق غار وهال وقرنفل وفلفل حار. زنجبيل فريش هذا، هاي بدك كمان شوية زيت، قليل الزيت. هلا بنحط بهارات المندي وكركم، ما بحط شيء تاني، بس بهارات مندي. هدول جايبتهم من سوريا، كتير طيبين، يعني بيعطوا نكهة المندي الأصلية. وشوية بندورة مقطعة. هلا متركن هيك لحتى يتقلوا ويذبلوا. هاي بهارات مندي وكركم، شطة، هلأ هو المفروض ينحط له صبغة، بس أنا فضلت إنه خلص بلا صبغة، ومنخلي الفروج هيك يتحمر، يعني ياخد لون طبيعي. هلا هيك بقلبون مع هي الخلطة اخذت منها، يعني فيكم تقولوا هذا مندي على طريقتي، اكيد ما مرقع عليكم هيك مندي. هيك حبيت غير فيه شوي. كله مع بعضه مع المي، مع ما فيه زيت، ها سمته قليلة. ايه هلا الفروج بيعطي زيت. حط هي قد ما كانت تحمل الوزن، طبعا اذا يعني وقعوا او شيء تحملها. هاتي شغله بحطها. ايه ممتازه صارت. حطهم فوق، بيتحمر، ما بيتحمروا هيك لانه دائما برجعهم شوي على تحت. هذا بالاخير بنشيل القصدي تبعه وبننزل عليه. قصدي مو صهروا فوق بعض، ما راح ياخذوا تحميره. لا 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 بتحمر، ده اهم شيء فوق اللي يتحمر. هلا رح ساوي رز بحليب، بما انه التنور شغال وشغال. هون عندي فنجانين قهوة رز قصير، كل كيلو حليب بده فنجان قهوة رز. انا ما بحط له نشا، هلا في منهم بيحطوا معه نشا، نعطى الرز لما طبخه وبنقعه بحليب بدل مي. هلا نقعت الرز ورح اتركه على طرف، ورح احط الحليب على النار. بسم الله. شوفوا شوفوا، تقولوا ابن على سيدرا بيضل بناء برقد وراها.
مو مبين على الضوء. هلا رح احط الحليب هنيك على التنور. هذا بنزين ومن هالطرف. من هالطرف بخيت كمان؟ كل الأطراف. وهلا رح ساوي عجينة، بساوي منها هيك شوية خبز قلت وكم قطعة منقوشة يعني، حطيت مي ومعلقة خميرة ومعلقة سكر، وهون تقريبا شوية طحين بيطلعوا شي 3 كاسات، وملح وحليب بودرة ومعلقتين لبن. ورح بلش عجن شوي شوي، بشوف اذا هيك بدها مي بحط لها مي، بدها رشة طحين بحط لها رشة طحين. ما طلعت وطبعا مع أكيد. زيت يعني بالاخير بحط كمان شوية زيت. حاجته الحليب بلش يغلي. الرز حغطي شوي مع حاجته المندي. خلينا نحط الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى على الأرض على الأرض. ياي الطنجرة راحت الطنجرة. عجب تنظف الطنجرة يا ولي، صارت سودة فحمة بس الريحة بتشهي. هي العجينة ما شاء الله بلشت تختمر. يلا نفتحها. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه سلام، بده شوية تحمير بس. بدهم هلا تحميره. انا دائما حتى بالفرن بالبيت هيك بعمل، ما لانه الرز ما بيستوي وبيحترق اذا استنى الفروج يتحمر. اهم شيء الرز. يا سلام منظر بشهي. صباح المنظر. ايه ما شاء الله مفلفل. لحظة خليني اشيل على الوش هدول. هدول شو صاير الزوايا؟ شو صاير؟ وما شاء الله بس منيح شلناه يعني. تفرج هلا وقته. تفرج 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 حبة كل وحدة بوحدة. هذا ما بده، انا بالعاده بدخنه بفحمه بس المره ما بده تدخينه. دخناه ب 50 خشبه. بتعرفوا المندي بالعاده بده تدخين بفحمه. ما شاء الله الرز سويته ساعة و29 دقيقة. اخذ ساعة وعشرين دقيقة مثل الفرن تقريبا. بتبقيته شلون صار؟ هذا رز جابوه من باكستان. ايه هذا باكستاني. هلا نرجع الفروج على التنور بس يتحمر وخالصين. شيل الرز بحليب. شيل الرز بحليب لسه ما يا ريتك ما حطيته هلا. بسم الله بسم الله. يا لطيف عليكم انتم يا نسوان. يا لطيف عليكم انتم يا نسوان.
والله عمره واحد ما يسمع كلمتكم. انا قلت لك حط رز وحليب جوا، والله ما انا قلت لك عمره واحد ما يسمع كلمتكم. يلا نحط الفروج. بس قولوا له يمين لازم يروح شمال بدون كلام. هنسد المنظر بالشاهي. صوت النار. وهلا رجعنا الفروج على التنور لحتى يتحمر وغطيناه وحطينا عليه طنجرة الرز بحليب وطنجرة رز المندي. رواتك. لا منيحة. صارت مقلوبة. سوس سوس سوس. أهلا سوسي. لا الطنجرة الحمد لله بتنضف. شكلها بتنضف. والله الكمية الرز أكبر يمكن. لا 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 لا. يا سلام عن جد شي بيشهي. شوف حتى مو كتير علقانة يعني. هذا ما علقانة هي. بلاها بلاها بدون شي الرز. اي اطيب شيء تحت. جيبي صحن جيبي صحن لحال لانه دوبه يسع الفروج فوق. لا مو محروقه بتنضف. لا شوف صرنا ساعه وشات. ساعه وعشرين دقيقه. لا والفروج لحاله كمان عشرين دقيقه بعدين. شيل ماشي شوف شوف شيل الأرز. يا حرقتيني بدر. التنور كله ما حرقني ما حرقني إيدي. أنت حرقتيني بدر نفخة. عم تستنى شاهد. يلا على الأكل. هاي الرز بحليب. يلا بابا حلولي. هلا رح ناكل وبعدين رح كمل العجين. رح ساوي خبز ومناقيش. نكهة الرز والفروش بتجنن. نكهة الحطب التنور عن جد الطعم الطعم يا جماعة كتير بيختلف عن طبخ الغاز ولا الفرن. يلا ماما سكوا. بسم الله اللهم دمنا نعمة واحفظنا من الزوال. آمين. الرز بيشهي بيشهي الرز. هلا رح احط الرز بحليب فنجانين قهوه سكر وظرف فانيلا. ماما تجيب الشوكولا. ايش هي؟ لا شو اسمه؟ ورجيني انا ما مرة جربتها. بشوفهم بيشتغلوا عليها. بشوفهم بيشتغلوا عليها. ايه انا متعودة على الشوبك. هي هيك بلفوها وبضلوا عم يدرجوا. ماني متعودة عليها. بس واحدة ما طبعا واحدة سهلة. هي طبعا واحدة احسن. ليش هي منيحة هي اعرض بتخلص اسرع. هي لفتين منها بتخلص هذيك يا ارفع. ها؟ والله العجينة ممتازة. هي تحلى يعني.
جيراننا عنا هلا عملت خبز ورح اعمل كم وحدة دبس فليفلة. ما شاء الله هالعجينة بتشهي. هون طلعت ريحة الشوكولا والرز بحليب. الله يعينون هالجيران على الروايح. صايرين تحت شباكهم روايح بتشهي. حلو على مالح. ليش عم تقلبها؟ لسه ما اخذت لهم. حط معها جبنة. هدول لبكرة طبعا. هلأ ما حدا خرج يأكل. لا قولي بسم الله. نسي كمان كمان ها. ايوة. ايه بفرص. خفتة تلزق زيادة. ما بصير ايه. ايدي بدتنا زيادة تحت كمان. شغل كاميرا كمان. كمان كمان كمان. كمان كمان ايه. ايه يلا. لفوق فيها. انت تلزق ماكن هلأ. يا هيك يا هيك. لا. ايه والله كان بده مي اكتر من الشف والشف. خلاص مشي. طلع الرغيف كيف ما انتفخ بيفصل. المشكلة بس شلناه ما بينقلب على الوش الثاني خلاص. بعدين هاي فتحت ما في مشكلة. والله انتبه ايدك صار عندك مناعة انت. كتير حامي كتير لهون هيك هيك حماوي. لحظة بده خليه يتحمر خليه يتحمر من قدام. هلا محمره. والله ما بعرف رح اتركها محمره بس لحتى تشهي. صار الخبز بشهي. هاي الشوكولا هلا نقطعهم سخنين. نزل شوف شوف ضو. بسم الله. انت تقلب على شوف طب ما عم بشوف شو انت خلص 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 يا الله. طب معلم انا بكل رغيف برغيفين. شوفوا هاي اللي وقعت معي اللي كلها كل هلا مبينه ها مبينه. طب الزق الثاني لزقهم كلهم هيك على الداير. هذا اللي الرغيف اللي يقع ها عم يفك. لا تحط عينك فيه ما بقع. هلا هيك من عينها بيقع. ياي صارت حالتنا حاله. بسم الله. انا كلي طحين وهو كله شحار. شوف شوف ايدك. انا كلي طحين صرت. ما شاء الله. هات لي هزيل. لزقت يمكن ما بقى تنشف. يا كبستها كثير صار رقيق الرغيف فرش. بس يا بنتي والله فرش. شوف شوف قد صار شفاف مع تصير. كيف بده يطلع هذا اكل الرغيف؟ استنى عليها بتنشف. اذا هي هيك معناتها هي انساها. هي انساها انساها. لا خلص يا حرام الفليفله. حضران الحرب العالمية المنقوشة. الواحد يصور خيبته ضروري بس يصور شيء الكويس. هي ابوسي ما احلاني شفتها. هي احلى شب. طيب شيله هذا ما حاشته؟ لا ما حاشته ليش؟ يسع. ايه. هي. يا حرام. شوي. لك حتى مو مستوية. هي جبنة وفليفلة. استنى استنى احط لك. شيل الرغيف من حاجته. بسم الله. هاي الأربع أشخاص. هاي الشوكولا كتير طيبة. وأنا أعيش الشوكولا.
وهلا استوى الرز بحليب، شلناه حاجته هيك صار كتير ريحته بتشهي لبكره. هدولك وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كان يوم كتير طويل ومتعب، وبقينا هيك للساعة 12 يعني نحن عم نشتغل. الحمد لله خلصنا. ولا تنسوني من اللايكات والاشتراكات، واللي تابعت معي الفيديو للنهاية تكتب لي شو رأيها بالرز بحليب. باي باي.